ليكي طلبات قبل المرافعه يا استاذه؟ اه بعد اذن سيادتك يا فندم، هو شاهد واحد بس. واحد بس؟ ايوه فندم، وموجود معانا هنا في القاعه، الرائد ايمن صقر، ضابط الواقعه ومحرر البلاغ. الرائد ايمن صقر. موجود يا فندم. قول والله العظيم، اقول الحق. والله العظيم اشهد بالحق. ازاي حضرتك؟ انا كويس الحمد لله. ايمن بيه، بعد اذن سعادتك، هو ده محضر الضبط اللي سيادتك حررت عنه الواقعه؟ مظبوط. طب ممكن استاذن من سيادتك ان حضرتك تقرا لنا السطور اللي متعلم عليها؟ المحضر كله عند هيئه المحكمه، مش محتاج قرايه. يعني يا سيدي مش هيجرى حاجه، زياده احتياط، يعني ممكن غلط املائي، جمله مش مقصوده، بتحصل ساعات في زحمه الشغل. مش هيحصل حاجه يعني لو حضرتك قريتها. اتفضل. ماشي. وبعد التحقق من شخصية كل منهما وأثناء حواري مع المتهم زياد جابر الكومي، تسلل إلينا رائحة غريبة من داخل السيارة، وهي رائحة اعتدنا عليها في التدريبات المعملية للعقاقير المخدرة. وعلى ذلك قمنا بتفتيش السيارة حتى عثرنا على كمية الأحراز المضبوطة من الحشيش الأفغاني داخل الطبلون. عظيم يا فندم، في أي خطأ نحوي أو مطبعي في الصيغة دي؟ لا طبعا. وطبعا سيادتك ما كانش عندك اذن نيابه لضبط المتهم او لتفتيش العربيه. دي واقع التلبس يا استاذه، مش محتاجه اذن قبض ولا تفتيش. والا اني واقع فيهم بقى، وضع مخل في الطريق العام ولا حرز مخدر للتعاطي والاتجار؟ الاثنين طبعا. انا اقدر افهم الواقع الاولانيه، ولد وبنت في الطريق العام في وضع مش لطيف، لكن الواقعة التانية مخدرات. اسمح لي يعني أنا مش فاهماها. وإيه الغامض في الموضوع حضرتك؟ أنا قلت. أنت قلت إنك شميت ريحة الحشيش قبل ما تفتش. مظبوط. كان في دخان حشيش؟ لا يا أستاذة، ريحة حشيش خام، ودي مش أول مرة أعملها، وأنا متدرب كويس قوي على تتبع الروائح المخدرة. عظيم جدا بصراحة، حضرتك أبهرتني. بس إحنا محتاجين ننبهر زيادة ونأكد ده. مش فاهم، نأكده إزاي؟ يعني بعد إذن سيادتك وبعد إذن سيادة المحكمة طبعاً، لو ممكن حضرتك تاخد لنا لفة في القاعة كده وتقول لنا لو حد هنا معاه حشيش ولا لأ. هدوء لو سمحتوا. بعد إذن سعادة الرئيس، السؤال اللي بتقوله الأستاذة ده سؤال استعراضي، الهدف منه إرباك الشاهد وتوريطه لإفساد الشهادة الأساسية في الواقعة. الاستعراض حصل يا سيادة الرئيس من الشاهد نفسه، وشرحه بمنتهى الغرور في المحضر وتحقيقات النيابة. ولو هو واثق من الشهادة بتاعته وعنده الدليل اللي أثبت عليه حالة التلبس وعمل منه ذريعة لتفتيش العربية، مش هيتوتر ولا هيرتبك، هيتفضل حضرته يستعرض قدراته ويورينا ازاي شم حرز حشيش مغلف ومقفول عليه في طابلوه العربيه. الاعتراض مرفوض يا حازم بيه. اتفضل يا سياده الرائد، نفذ طلب الاستاذه. اتفضل. سيادتك أنا واقفة جنبك من الصبح، لو كان معايا حشيش كان زمانك حضرتك شميته. لو سمحتوا،
لقيت حاجة يا سيادة الرايد؟ مفيش يا فندم. يعني حضرتك متأكد إن محدش هنا معاه حشيش؟ لا مفيش. جواب نهائي؟ لو سمحت يا أستاذة بلاش استفزاز، أنا متأكد من إجابتي. سيادتك هدي نفسك بالراحة كده بس. شكرا يا سيادة الرئيس.